السلام عليكم الدراري. اليوم جيتكم فيديو جديد. عرفتي علاش درت مسوي؟ عرفتي واحد البرد كاين من برا. المهم عرفتي درت مسوي عندي كوش اللي كاين. عرفتي كنهضر معاكم كنشوف واحد اللعيبه قربت تسال عليا. نوريكم معايا شحال باقي حتى نشوف. قال شوية قال اسكوب في ديال الصباح. المهم الدراري اللي متبعنيش في انستغرام غطلع لك هنا شنو ندير في انستغرام، سيو فيسبوك غطلع لك هنا، سيو سناب غطلع لك هنا. المهم الدراري الفيديو اليوم غتكون على انواع الاجسام اللي كيكونو عند الانسان. كاين ثلاثة انواع، كاين اكتومورف ميزومورف انديمورف. المهم اليوم غنطرقو لهاد الانواع كاملين باش تعرف انا وانت وشنو كيدير التعامل معاه باش تزيد بوا ولا تنقص. نبداو باول حاجه اللي هي اكتومورف. هاد اكتومورف كيكون رقيق الكتاف ديالو وكذلك من الحوض رقيق، وكيكون فيه نسبه دهون قليله بزاف، وكيكون كيعرق بزاف، وفوا كيدخل الوصل كيبقى يعرق بزاف كيحرق بزاف. المهم هادو كيكون صعيب عليهم باش يطلعوا شويه الموسك، ولكن كيطلع ناشف. وبالنسبه ليهم خاصهم ما يتجاوزوش ساعه د لونطريمون، وما يديروش يلعبوش داك لي سوبر سيري، وخاصهم يبقاو يدخلوا السعرات الحراريه بزاف في ديالهم، وسورتو الكارب خاصو يبقى يدخل بزاف الا بغاو يطلعوا من البوا ديالهم. هادو اصلا كيجيهم في لابيرو بلاصاش كتجيهم ساهله. ثاني حاجه اللي هي ميزومور. هاد لا ميزومور كيكون عنده الكتاف ديالو واسعين، الحوض ديالو كيكون مضيق، وكيكون عنده المفاصل قاصحه وكذلك العظام. واصلا هو كيكون في داك بحال تقول عليه واحد 3 شهور دونطريمون، واون فوا هاد النوع هذا كيدخل لاصال كتسمى فيه لونطريمون دغيا. وبالنسبه كيفاش يدير يلعب، خاصو يلعب ديما يبقى يزيد من البوا ديالو، ديما يزيد من الثقل اللي كيلعب بيه، باسكو هاد الناس كيكون عندهم الاستجابه العضليه نتاع الزياده في الاوزان كتكون مزيانه، وكيكون عندهم الاستشفاء العضلي دغيا. وبالنسبه للماكله ديالو خاصو غير قد لي روبا ما بين الكارب والبروتين غيكون داكشي كله مزيان، باسكو هاد الناس اون فوا كيدخلو لاصال كتقسم فيهم دغيا. وابرز مثال لهادشي هو ارون سوانزانكرا، يعني احسن جسم اللي كيبحثو عليه الناس كاملين، نيمار لي فيتنس كاملين، وتا لي بادي بويلد كاملين، هو هاد ميزومور كيكون عندو بزاف د المزايا. تالت حاجة اللي هو انديمور. هاد الانديمور كيكون الكتاف ديالو موسعش بزاف، والحوض ديالو تا هو موسعش بزاف، متوسط كيكون تقريبا قول قد تقدم بين الكتاف والحوض ديالو، وكيكون عنده البوا طالع، كيكون عليه صعيب يخسر من الدهون ديالو، على عكس انه يزيد من البوا كيزيد بزاف، كيكون عنده سهولة في الزيادة في الوزن، وعلى العكس انه الا بغا ينقص منه كتكون عليه صعيبة بزاف. بالنسبة لهذا خاصو يدير في لونطريمون يكثر من الكارديو بزاف، وتا هو بقى يطلع من الثقل ديال الوزن اللي كيلعب، خاصو يطلع منه الوزن اللي كيلعب به خاصو يبقى يطلعو كل مدة. وبالنسبة للماكلة خاصو يراقبها مزيان، خاصو ينقص من الكارب ويطلع من البروتين، هذا هو اهم شيء خاصو يديرو، وخاصو يشرب الماء بزاف. وهذا ماشي ضروري زعما ما يتجاوز الساعة في الوصل، عنده الماكسيموم ساعة وربع ساعة وثلث. المهم هذا هو انديمور. دراري الفيديو سالات. المهم انتم دابا عرفتوا معايا انواع الاجسام اللي كاينين وكيفاش تقدر تتعامل معاهم. سو اللي ما دارش ابوني هبط لتحت ويبرك على ابوني، وشجع من الفيديو اللي ما فهمش شي حاجة كتبها في الكومنتير غنجاوبك عليه. يلا دراري تشاو تشاو. Got me so strong, dipping head into a song. Marijuana got me so strong, dipping head into a song. Marijuana got me strong, dipping head into a song. Marijuana got me so strong.